طبعا هذا الكلام قلناها عدة مرات قبل الانتخابات بشهور عديدة، بأن لا تتفائلوا بمجيء بايدن وذهاب ترامب، بأن الأوضاع ستكون يعني جنة للعراق أو لمناطق أخرى عديدة. شوف أخ أحمد، الشخص ترامب ذهب وجاء بايدن، ولكن ليس معناه أنه سياسة أمريكا سوف ترحل مع هؤلاء الأشخاص أو يأتوا مع هذه الأشخاص. السياسة الأمريكية تبقى حسب متطلبات الوضع والوقت والظروف. فمعناه اليوم بايدن جاء محملا بمشاكل عديدة داخلية، ولن يستطيع أن يحل هذه المشاكل بشهور، وقد اعترف قبل يومين، قال أنا لا أستطيع يعني خلال أشهر قادمة أن أحل جميع. هناك شرخ في الداخل الأمريكي، هناك فيروس لم يتم القضاء عليه، هناك مشاكل اقتصادية عديدة. وترامب عندما رحل يعني لم يرحل هكذا، ووضع يعني أمور كثيرة في منطقة الشرق الأوسط بالسلام الإسرائيلي العربي الخليجي، وكذلك هناك تطورات أخرى. الدول الأوروبية جاءت على الخط اليوم، وأنا قلت في أحد المرات حسب تقرير قبل شهر لأحد القنوات الأمريكية، قلت إن هذه المرة السعودية ودول الخليج لن تقبل الولايات المتحدة بمفردها مع الدول الأوروبية أن تذهب وتتفاوض مع إيران، وهذا ما لا يحصل الآن. سوف يكون الدول الخليج وإسرائيل وغيرها في هذه المرة في هذه المفاوضات. على أي حال سأختصر حتى نبدأ بالمناقشة. هذا يتم على جهل القادة السياسيين العراقيين بفهم السياسة الأمريكية. هذا مختصر موضوع يعني موضوعك اليوم، لا يفهمون السياسة الأمريكية وهم يذهبون مع العواطف. يجي بايدن يكون أحسن لنا، يذهب ترامب مو زين، بوش نفس الشيء كان يقولون، إجا أوباما وبايدن كان يقولون اطلعوا طلعوا، إجا ترامب. أخي السياسة مو هيك.